السلام عليكم. مدرب السيقة بالغازي شعيب. معروف أن هذه المدارات اللي كاينة في الملتقيات منظمة إما ستوب أو الأضواء الثلاثية أو علامات ليس لكم حق الأسبقية اللي هي هذه، وأن أغلب هذه المدارات هذو الموجودة غالبا تكون منظمة بهذا النظام اللي هو ليس لكم حق الأسبقية. ولكن الإشكال هنا كما تتشوفوا هنا، فاش تلقاو هذا المدار هذا في غير هذيك العلامة ديال الرون بوان، وهذا المدار هذا في طور الإنجاز أو في طور الإصلاح أو في طور التأهيل، وكتلقاو هذه العلامة وانتم أصلا قريتوا في الدروس النظرية أن فاش كتلقاو هذه العلامة ديال رون بوان هما كاين حتى شي علامة أخرى، يعني الأسبقية ملم، وهذه القاعدة قديمة. إذا فاش غادي ندخل أنا لهذا الرون بوان، شوفوا كيفاش غادي نقراها من هذا المنظور هذا. غادي نقراها رون بوان يعني الأسبقية ملم، إذا القاعدة الأولى. ولكن كما تشوفوا دابا من هذا المنظور غادي يبان لي شكل، ومن منظور آخر كما هنا يبان لي شكل، ندوز من الطريق الأخرى غادي يبان لي منظور آخر، وكاين غير هاد العلامة. إذا غادي تشوفوا هاد المقطعين هادو ونكملوا الدرس. كما شفتوا وقع واحد الارتباك، شي تيقول مول اليمن في خاطره وشي تيقول مول اليسر. اذا شكون اللي غلط هنا، واشنو هي العلامه اللي صالحه في هذا النوع تاع هذا المدار هذا، وكيفاش ندخل لواحد المدار تيبان ليا فيه الاشغال باش ما نطيحش في شي اشكال. لان انا اصلا كنت خدام وفرانيت غير شويه، كان واحد غادي يدخل فيها بالسياره ديالو، وعيط لي واحد المتعلم كنت تعلمته شحال هذا، وعيط لي ولقى اشكال. اذا اضطريت باش نتكلم في هذا الدرس. غادي تشوفوا ان شاء الله الشرح في الدرس التالي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.